سعادتك اديت اوامر بنقل ملفات الاداره بناء على تعليمات مين؟ دي حاجه تخصني وانا صاحب القرار لوحدي. بس سعادتك عارف ان احنا مراقبين كل المكالمات. انت محاول للتحقيق يا زكريا. علي، نظرا لمجهودك والتقارير اللي بعته كشف لنا الحقيقه، احنا رشحناك لمسكو. توفيق يا علي. حكايه البصمه اللي انتوا لقيتوها دي، بصمات القيصر مش موجوده في البيت كله. واضح ان قبل ما يهرب مسح كل بصماته كويس. الموجوده دلوقتي يا فندم بصمه ماجد نصار ومراته والشخص الثالث ده. حضرتك انا بلغتهم ان البصمه دي ملهاش بيانات. انا عارف، زي ما انا عارف انك ممكن تتصرف وتجيب بياناتها. هتلاقي التاريخ مكتوب على ازاز العربيات، اللي مكتوب عليها تاريخ النهارده هي اللي هتترحل في الكونتينرات على المينا النهارده. محسن بيه، اللي اقدر اعمله عشان اوقف العمليه دي؟ Time to the tunnel. I did what I was ordered. I killed all Abu Raghib's men, and I let the policeman live to witness what happened. Then they took me to Al Maghara prison. اسمك ايه؟ قيصر. اتكلمت مع مين جوه السجن؟ الدساس كان شاكك اني مش من رجاله ابو راغب. هددته عشان يبعد عن طريقي لكنه رفض. اصر انه يتحداني، وده كان هيعطلني عن اني انفذ عملي. انا مش عارف انت عايز مني ايه، بس انا اللي يهددني يبص في وشي. حق الميت يشوف اللي هيخلص عليه بعينيه. اول مره اتمنى اكون مفتح عشان أشوفك وأنت غرقان في دمك. فهمتني غلط.
أنا قصدي عليك أنت. قتلت ليه بعد ما رجعت لنا الأول؟ الدساس هو اللي اختار الدم مش أنا. في رقبة لازم تنذبح النهاردة. قابلت عبد المحسن ثابت ازاي؟ ما جاليش بنفسه في الاول، بعت لي حد من اللي شغالين لحسابه في السر. انا هنا علشان فمن مصلحتك تقول الحقيقه. من اول لحظه شفتها وانا اتاكدت انها شغاله معايا، وقلت لها بالظبط اللي انا عايزه ابلغه. عمرك عشت حر؟ حر يعني اعمل اللي انا عايزه؟ حرية مش اني اعمل اللي انا عايزه، حرية اني ما اضطرش اعمل اللي انا مش عايز اعمله. يعني انت هنا حر؟ وما بقاش قدامي غير اني استنى يجي لي الحد عندي. الضابط بتاع الخطف من تجار السلاح جالي لحد عندي وقال انه يعرف كل حاجه عني. انا عارف انك لو عايز تخرج هتخرج، وعارف كويس كمان انت تبقى مين. نفذت كل اللي طلبوا مني، كسب الثقه بينا خد وقت. اسمه كمال معتوق، سوري الجنسيه، دخل مصر من حوالي شهرين على انه صحفي بجريده لبنانيه. بعد كده اكتشفنا انه على علاقة بتنظيم الدولة في سوريا. للأسف مفيش حاجة تحت ايدينا دلوقتي تخلينا نحقق معاه، عشان كده لازم نجيب الدليل منه بأي وسيلة. بأي وسيلة. بس بشتغل. لو بعت لي حد تاني هقتلهولك. عملية ورا التانية بدأ يثق فيا. وأخيرا نفذت اللي بعت علشانه مصر. عبد المحسن ثابت فعلا جندني وبقيت واحد من رجالته. أنا عايزك تشتغل معايا عشان الناس اللي زي اللي في الصورة دي تقدر تعيش. وما بقاش قدامي غير إن أستنى التعليمات تجيلي من هنا عشان أعرف الخطوة الجاية في العملية. نفذت كل اللي طلبوا مني. كان بيراقبني طول الوقت، بس مش لدرجة إني ما لاقيش طريقة أبلغ بيها اللي بيطلبوا مني. ولما عبد المحسن ثابت طلب مني أسافر الصومال وأرجع له المعتصم، جالي التأكيد من هنا على إني أنفذ له اللي هو عايزه وأرجعه له على مصر. Welcome to Fort Charles, Mr. Tokau. اللي بعتني عارف كويس قوي انك عايش، وبعتني هنا مخصوص لانه ما بينساش حد من رجالته. ولما اتاكدت ان المعتصم في طريقه لعبد المحسن ثابت، كنت انا في طريقي لهنا، لحد ما جات لي اوامر جديده اني ارجع العيال اللي نفذوا عمليه شرم الشيخ. بعد كده جات لي تعليمات ان ابان لازم يموت. عبد المحسن ثابت طلب منك ايه تاني بعد ما رجعت له المعتصم؟ طلب مني ارجع على هنا. ليه؟ علشان اعرف له ساعه الصفر اللي قال له عليها المعتصم، وعشان اقتلك.
فارس بيقول ان الاتصال بيننا وبين القيصر اتقطع بعد ما بعته على مكان قبال. انا مش مستني منه اتصال يكشفه قدام التنظيم. كل اللي مستنيينه منه دلوقتي ميعاد ومكان ساعة الصفر في سيناء. محسن باشا، حسن شاهين ابتدى يدور عليا. طيارة موسكو اللي مركبتهاش النهارده الصبح دي اكبر دليل ان انا بكسر اوامره. انا طبعا عملت حسابي وخليت طارق يغطي عليا، بس برضه الوقت مش في صالحنا. انا شايف ان لو العمليه بالخطوره دي فعلا يبقى لازم اطلع على سيناء فورا، لازم اشتغل هناك بنفسي. احنا مش بندور على شويه كلاب هربانه من نفق علي. انت عارف التنظيم شكل عملياته ايه وبينفذها ازاي؟ عارف طبعا يا فندم، عارف وفاهم كويس. بصراحه انا بقول يعني انه صعب جدا ان حد يهرب من التنظيم ده ويرجع له تاني، والمستحيل انه يقدر يجيب معلومات احنا طالبينها منه. في حد ما حكيتش عنه حاول يهرب من السجن وساعدته؟ انا ما ساعدتوش، وهو فعلا اتمسك ومعرفش يهرب. بلاش عبد القادر، شوف وشك بخير يا صاحبي. وقف يا عبد القادر. سألت عبد المحسن ثابت عن أهلك ليه؟ أنا بس كنت بحاول أكسب ثقته مش أكتر. من دلوقتي مكانك في القصر، في الساحة وفي التدريبات لحد ما مهمتك تتحدد. مفيش اخبار عن مكان علي بيه عبد الغني يا فندم، بس احنا وصلنا المعلومه، جايز توصلنا المكان. طلب تحريات عن واحد من جنوب افريقيا، دخل مصر بقاله 4 ايام وبعد كده اختفى، وفي شكوك انه بيشتغل مرتزقه في عمليات اغتيال دوليه. طلب تحرياته من مين؟ طارق انكشف. لو عرفوا الشفره اللي كان بيكلمنا بيها اكيد هيعرفوا يوصلوا لمكاننا. طب انا ممكن اقطع كل حاجه من ناحيتنا يا فندم؟ ايوه بس كده هتقطع الاتصال بيننا وبين القيصر مؤقتا على الاقل. الحقيقه ممكن توصل في اي لحظه، وساعتها جايز يكون بيننا وبين العمليه دقايق. ايوه يا فندم، بس ايه فايده الحقيقه لو بعتناها واحنا مقبوض علينا؟ مش غريبه قوي انك انت اللي بتسال السؤال ده يا علي بيه؟ مش انت من الاول اللي عملت فينا كده؟ مش انت اللي رفضت تسمع الحقيقه ووصلتنا للي احنا فيه ده؟ علي عمل اللي كان لازم يعمله يا فريده. مش ذنبه اني ما شرحتلوش بالتفصيل كل حاجه عن عمليه القيصر والتنظيم. يا فندم احنا ايه اللي يضمن لنا ان اللي هو بيعمله ده هو اللي المفروض يتعمل؟ طارق اللي اتكشف ولا القيصر اللي عايزيننا نقطع اتصالنا بيه؟ انا لو مكانه في الوقت ده كنت اتصرفت ازاي بالظبط؟ بعدين مش عايز تضيع وقت في شكوكوا ببعض، والا هتنسوا انتوا هنا ليه من الاساس؟ محسن بيه انا هتصرف. ما تقطعش الاتصال بالقيصر. أنا هبعد عنكم حسن شاهين لحد المعلومة ما توصل.
هطلع على سينا دلوقتي يا فندم. سعادتك محتاج لكل دقيقة ولكل ساعة. وبعدين احنا ما نعرفش ساعة الصفر امتى. والأفضل إني أكون هناك وقت وصول المعلومة. ربنا سهل. ربنا سهل علي. هتوصل يا فندم. المعلومة هتوصل. طالما سعادتك قلت كده يبقى إن شاء الله هتوصل. أشوف وشك بخير. بالتوفيق يا علي. الخوف فكرة بتيجي في لحظة، بتتوجب من ضعف جواك، بيبقى مولود معاك من أول لحظة بتشوف فيها الدنيا. وسواس بيسألك ثلاث أسئلة: أنت مين؟ أنت إيه؟ أنت عايش ليه؟ اللحظة اللي بتبدأ فيها تفكر في الإجابة هي اللحظة اللي بتكتشف فيها ضعفك. البني آدم بيضيع عمره يدور على الإجابة، بيتوه ما بين ضعفه وبين الحقيقة. والحقيقة إن الإجابة مش من حقك، لأن السؤال مش موجود من الأساس. أنت مين؟ أنت ولا حاجة. أنت إيه؟ أنت يا قاتل يا مقتول. أنت عايش ليه؟ أنت عايش لأننا اخترنا إنك تعيش. اثبت إنك تستحق تعيش. مش هكمل لبكرة. وصل الإشارة يا فندم. علي عبد الغني في طريقه لسينا. كنت مرعي اني اموت ولا اني اهرب؟ محدش بيهرب من الموت للموت. المهم ان انت هنا دلوقتي. ده معناه ان هم لسه محتاجينك. مش بس هم، في ناس تانية هنا محتاجينك.